النهاردة فوجئت بموقع تحيا مصر والزميل العزيز الأستاذ الكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس التحرير منزلين إن ياسمين الخطيب بتقول أنا معرفش مين عبد الناصر زيدان، والله ما اعرف، انا ممكن اقول ده كده بس انا والله ما اعرفه. هو بيسالني انا بعمل ايه، انا مذيعه وكاتبه لي 5 مؤلفات في الشان المذهبي والشان العام والشان النسوي، كتبت سلسله كبيره من المقالات عن تاريخ الفن التشكيلي، وأنا فنانة تشكيلية شاركت أعمالي في معارض محلية ومعارض دولية، وبتجوز وبطلق عادي، وده شيء لا يعنيني أو لا يعيبني، بتجوز على سنة الله ورسوله، لا أوفق فبطلق، فين التهمة؟ أولا بس عايز أفاجئكم بحاجة، أولا ياسمين الخطيب دائمة الهجوم والتطاول وقلة الأدب على جمهور الأهلي، وأنا ضد أي حد يتجاوز في حق جمهور الأهلي أو أي حد يتجاوز في حق جمهور الزمالك. هي كشخصية لا أنا أعرفها كويس، أنا مش هقول زيها، أنا ما عنديش نقص، يعني أنا ما عنديش نقص، ممكن يكون هي عندها نقص فبتقول ما بعرفش عبد الناصر زيدان، يا واخد بالك أنت، فأنا طبعا قدامها 700 سنة عشان توصل لواحد في المية من شهرة عبد الناصر زيدان، وهي تعرف مين عبد الناصر زيدان جيدا جيدا، ولكن انا عشان محترم بحب ارد على الناس باحترام. لا انا اعرف ياسمين الخطيب، بس يوم ما عرفت ياسمين الخطيب من زمان جدا، مش عايز اتكلم عرفتها من امتى، يعني ما فيش اي لقاء جمعني بيها، بس انا اعرفها من زمان لان انا في الوسط الرياضي، وهي كانت على ارتباط مع شخصية رياضية كبيرة بداية جوازها، يعني رجل من محترم جدا، ينتمي إلى نادي كبير جدا جدا جدا، ده أول زوج لها، ورجل فاضل، وهي ست محترمة وفوق دماغي، أنا لا أتحدث أبدا في أعراض ولا أتطاول في هذا الملف بالمرة يعني، ولكن واخد بالك أنت، يعني العارف لا يعرف يا ياسمين، بس يوم أنت ما شهرتك زادت اتبنت على الصور اللي بتتصوريها والمشاهد اللي انت بتعمليها، ولما قلتي عميد الادب العربي توفيق الحكيم، ولا قلتي عميد الادب العربي، قلتي عمنا المحترم مش عارف مين، ومش عارفه اني عميد الادب العربي طه حسين، وكانوا واخدينك مش عارف رئيس لجنه ايه ولا مش عارف ايه. فأنا خلي بالك لما جيت أتكلم، يعني أنت بتبني شهرتك والترند اللي بتعمليه على سب الأهلي، ودي مش شطارة، لأن لا الزملكاوية معبرينك ولا بياخدوا كلامك باهتمام، ولا الأهلاوية بيردوا عليك بل بيتجاهلوكي، فده بيعمل لك مشكلة أنك أنت عايزة تب في الصورة كل الوقت. أنا ما بنيتش شهرتي لا بلبس محزق ولا بصدر مفتوح ولا ببنطلون مشخلع ولا مش عارف ايه، انا بنيت بعرق جبيني، اعلامي محترم صنع اسمه بالاحترام. ان تتحدث علي ياسمين الخطيب وتقول لا اعرفه، فشرف لي كبير ان تعرفني ياسمين الخطيب، شرف لي. عارف ياسمين الخطيب لو انا تعرف عبد الناصر زيدان كنت اعتبر نفسي في سقطة لا اغفرها لنفسي الى ان اموت، انا اتشرف جدا ان ياسمين الخطيب ما تعرفنيش، لكن انا اعرف ياسمين الخطيب لان كل ما افتح الفيسبوك الاقي صور مخلة بياسمين الخطيب لا تليق بيها يعني، فانا كل اللي بقوله مش فارقة غير تلبس محزق، ودي حرية شخصية لها كل الاحترام والتقدير، ولكن بس يعني حاجة غريبة يعني، وتشتم في الأهلي وتتجوز وتتطلق، دي نمرة واحد، وده ردي. الحاجة التانية المفاجأة ليكم ان البوست ده انا كاتبه يمكن من 6 شهور، فده دليل على انها مفلسة
وبتدور على ترند، فهي قاريه البوست من 6 أشهر ولا سنه بس مش لاقيه حاجه تتكلم فيها. فلقيت البوست ده قدامها الا ترد، فهي لولا اني عارفه ان لما تتكلم عن عبد الناصر زيدان هتتشهر ما كانتش اتكلمت اصلا، ما كانتش اتكلمت اصلا. وبعد كده امي نصحتني نصيحه، قالت لي لا ترد على اي حد بيتاجر بين قوسين. كامل الاحترام لياسمين الخطيب، وانا عارفها كويس، شخصيه مشهوره ومذيعه وفنانه تشكيليه ولها مؤلفات في مش عارف، انا يا ريت تشرح للناس يعني ايه مش عارف المذهبي والنسوي والكلام ده كله. فده بس ردي سريعا عليها لان مش عايز اديها وقت اكتر من كده. تتجوز لنفسك، تطلق لنفسك، انا ماليش دعوه بالحاجات دي. كل واحد يبص في نفسه، وفي انفسكم افلا تبصرون. بدل ليكي في المذهبي، خليكي في نفسك.